شوطا تلو شوطا وانطلاقا تلو انطلاقا في هذا الصباح الجميل هنا في أرضية ميدان الطي وضو ما شاء الله الحاضر في هذه الانطلاقات الجميلة المميزة. نتمنى دائما التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين المنطلقين في هذا اليوم السعيد. نهب في المركز الأول عتيج بن سيف بن حميدان النقلة على الطف ما شاء الله محمد بن خلفان بن غليطة الأغفلي والنقلة هناك إلى المركز الثالث بنقول ثلاث المراكز من الجانب الثاني اللي هي ربشة مسري بن سيف بن نايع بونواس بينما اللي في المركز الرابع شواهين حمد عمران بن راشد بن حمودي بينما اللي في المركز الخامس تصريح علي بن سالم بن مبارك اكتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها عليكم بالهوتباب. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز ذعناها كاملة مكملة بالوفاء والتمام. يا سلام يا نهب يا سلام يا نهب شعار النواميس شعار السبك شعار ما ينحط إلا على ظهر شبوك الله. بس راقبوني شوية توقيت نبات توقيت عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي النقلة على المركز الثاني هناك ربشة مسري بن سيف بنواس المركز الثالث شواهين حمد بن عمران بن راشد بن حمودي المركز الرابع لسالم بن علي بن مارك اشتبه المركز الخامس اللي هي شوشرة لعلي بن حارب ضحي المنصوري. ولكن الله 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 يا 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 بن حميدان الله يا ابي حميدان شعاره متواجد في كل مكان شعاره متواجد في كل مكان يعزف باوتار الناموس يعزف باوتار الانتصارات دائما عتيج بن سيب بن حميدان. تهانينا والناموس وسلام عليكم يا اهالي العوير كافه وين ما يسكن عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي على هذا الاندفاع الجميل وعلى هذا الناموس المميز. شكرا يا ابو سيف ما شاء الله على هذا الانطلاق الجميل والمميز. المركز الثاني هناك شوشره لعلي حارب مضحي المنصوري المركز الثالث في المركز الثالث بينما اللي في المركز الرابع سالم بن علي مراكش تبي. هكذا أيها الإخوة المركز الخامس ربشة لمسري بن سيب بن نايع بن واز. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة المراكز ذعناها عليكم من هو التمام. دقيقتين 13 ثانية 32 جزمة الثانية تهانينا والناموس.